السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. معاكم زميلتكم ميمة حسين، فرقة خمسة جديد. هنكمل مع بعض آخر محاضرة بقى في الجنرال أناتومي، وبكده هتنتهي رحلتي معاكم في الشرح إن شاء الله بأمر الله الترم ده، وهيكمل من بعدي الرحلة دكاترة تانيين. تمام؟ أنا عارفة إنكم خلاص زهقتوا من الصوت ده وعايزين بقى تسمعوا أصوات جديدة إن شاء الله بأمر الله. من الفيديو الجاي هتسمعوا أصوات جديدة زي ما تعودنا ان احنا بنقول في اول الفيديو، زي ايه قرانيه، حديث، مقوله. حابه اقول لكم dont give up، the beginning is always hardest. اي طريق جديد انتوا داخلين عليه طبيعي البدايه بتاعته او اي مرحله جديده بتكون البدايه بتاعتها هي الاصعب. ليه؟ عشان مش فاهم الدنيا لسه، مش فاهم همشي ازاي فيها، مش فاهم هعمل ايه، ولكن لازم اصبر وافهم واعرف واسال امشي ازاي وابتدي ان انا انفذ علشان خاطر اتخطى البدايه دي، وان شاء الله بامر الله هتتخطوها. تمام؟ بعد كده هلاقي بقية الطريق ان شاء الله بامر الله متيسر شوية، وهلاقي سلس اكتر واسهل شوية. تمام؟ حتى لو قابلتني عوائق هبقى عارف ازاي اتخطى العوائق دي بامر الله. بما ان ده اخر فيديو فانا مفيش مكان تاني اقول لكم مقولات تانية، فكان في مقولة كده محشورة في زوري هقولها برضو. تمام؟ تاني مقولة عايز اقولها ان life is about learning. When you stop learning you die. الانسان لو بطل يتعلم يبقى هو مش عايش، يبقى عايش ميت. فالحياة عبارة عن ان انا نتعلم، فدايما اسعوا انكم تتعلموا سواء دراسيا او في حياتكم بصفة عامة، اسعوا انكم تتعلموا. ندخل بقى في صلب الموضوع ونتكلم عن محاضرة النهاردة، وقبل ما هنبدأ هنقول مع بعض دعاء المذاكرة. اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمني كما فهمتها سليمان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ فيديو بعنوان Parts of Nervous System، الجهاز، أجزاء الجهاز العصبي، أجزاء الجهاز العصبي. دي Nervous Cells، خلايا عصبية، ودي برضو Nervous Cells بس عشان شكلها عجبني يعني قوي. نتكلم عن Nervous System، الجهاز العصبي. إيه هو الجهاز العصبي؟ عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن زي الشركة. الشركة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مديرين وموظفين، والجهاز العصبي برضو عبارة عن مديرين وموظفين. المدير اللي هو Central Nervous System، الجهاز العصبي المركزي، والموظفين Peripheral Nervous System، الجهاز العصبي الطرفي. يبقى أنا عندي Nervous System، الجهاز العصبي عبارة عن Central Nervous System، جهاز عصبي مركزي، وPeripheral Nervous System، جهاز عصبي طرفي. Central Nervous System CNS، الجهاز العصبي المركزي، هو عبارة عن Brain، مخ، وSpinal Cord، حبل شوكي. البرين ده قاعد فيه الاسكال، جمجمه، والسباينال كورد، الحبل الشوكي، قاعد فيه فيرتبرال كولم. تاني حاجه البريفرال نيرفس سيستم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاعصاب اللي خارجه من السنترال نيرفس سيستم. يعني البرين ده خارج منه اعصاب، والسباينال كورد ده خارج منه اعصاب يغذوا الجسم. اهي الاعصاب دي هي البريفرال نيرفس سيستم. فيبقى البريفرال نيرفس سيستم البي ان اس هو عباره عن 12 بيرز من الكرينيال نيرفس، 31 بيرز من السباينال نيرفز. يعني ايه؟ 12 زوج من الاعصاب الكرينيال، كرينيال يعني لها علاقه بالدماغ، فهو عباره عن 12 زوج من الاعصاب اللي خارجه من المخ، 12 بيرز من الكرينيال نيرفز، 12 يمين و12 شمال، فيبقى كده 12 زوج من الاعصاب، 12 يمين و12 شمال. و31 بيرز من السباينال نيرفز، 31 زوج من الاعصاب اللي خارجه من الحبل الشوكي، 31 يمين 31 شمال. ومعاهم كمان حاجة اسمها نيرف جانجليون. يعني ايه نيرف جانجليون؟ الجانجليون هي تجمع من الخلايا العصبية ولكن برا الجهاز العصبي المركزي. يعني تجمع من الخلايا العصبية بس في مكان في الجسم، بس مش في البرين ولا في السباينال كورد، مش في المخ ولا في الحبل الشوكي. فيبقى النيرف جانجليا هي كوليكشن من النيرف سيلز outside the central nervous system. النيرف جانجليا يا اما بتكون تبع الجهاز العصبي الارادي سوماتيك، يعني سوماتيك تبع الجهاز العصبي الارادي سوماتيك، او تبع الجهاز العصبي اللا ارادي اوتونوميك. تبع الجهاز العصبي اللا ارادي اوتونوميك، تبع الجهاز العصبي اللا ارادي اوتونوميك. يبقى النيرف سيستم تاني نقول سريعا هو عباره عن سنترال نيرف سيستم سي ان اس، جهاز عصبي مركزي، وبريفرال نيرف سيستم بي ان اس، جهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي اللي هو عباره عن برين، مخ، وسباينال كورد، حبل شوكي. الجهاز العصبي الطرفي بريفرال نيرفس سيستم هو عبارة عن 12 زوج من الكرينيال نيرفس، و31 زوج من السباينال نيرفس، ونيرف جانجليون اللي هي كوليكشن من النيرفسلز أو سايد سنترال نيرفس سيستم. ويا إما بتكون تبع الجهاز العصبي الإرادي سوماتيك، يا إما بتكون تبع الجهاز العصبي اللا إرادي أوتونوميك.
طيب ناخد بقى البريفرال نيرفس سيستم ونتكلم عنه، الجهاز العصبي الطرفي البريفرال نيرفس سيستم، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اعصاب خارجه من البرين واعصاب خارجه من السباينال كورد. اعصاب اعصاب اعصاب، هو ايه اصلا العصب ده؟ النيرف العصب، احنا عارفين ان العصب ده عباره عن الياف بيمشي فيها، انتوا الكلام ده عارفينه اكيد من ثانوي، الياف بيمشي فيها اشارات كهربائيه كده وكيميائيه صح، عشان تنقل المعلومات الحسيه والحركيه صح كده، الكلام ده انتوا عارفينه، احنا بقى هنترجمه. فيبقى العصب هو عباره عن باندل اوف فايبرز، حزمه من الالياف بتستخدم او بيمشي فيها الكتريكال اند كيميكال سيجنالز، عشان ايه؟ تو ترانسميت، عشان تنقل سنسوري اند موتور انفورميشن، معلومات حسيه وحركيه، from one body part لانذر، يعني من مكان في الجسم لمكان تاني. بمعنى هديكم مثال يقرب لكم الفكره، انا دلوقتي المفروض ان انا ايدي جت على شمعه مولعه وانا ما كنتش شايفه فاتلسعت، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاعصاب بتاعت ايدي شالت معلومات حسيه من ايدي اللي اتلسعت وراحت ودت المعلومات دي للسنترال نيرفس سيستم للجهاز العصبي المركزي، يبقى هي كده نقلت سنسوري انفورميشن للجهاز العصبي المركزي. قام الجهاز العصبي المركزي قال لي يا لهوي انت اتلسعتي، خلاص خدي ادي معلومات حركيه اهي همشي هديها لك عن طريق الاعصاب برضو. يبقى اداني معلومات حركيه سنترال نيرفس سيستم، وادى معلومات حركيه للاعصاب وقال لها وصلي المعلومات دي لايديها عشان تخلي ايديها تتحرك وتبعد عن الشمعه دي وتبعد عن الشمعه اللي عماله تلسعها دي، تمام؟ فيبقى كده السنترال نيرفس سيستم ودى معلومات موتور انفورميشن عشان نقدر اتحرك. كل المعلومات دي اللي هي السنسوري اللي راحت للبرين راحت للسنترال نيرفس سيستم عامه يعني، والموتور اللي هي خرجت من السنترال نيرفس سيستم ماشيه في ايه؟ في فايبرز اللي هي اعصاب، الياف اللي هي الاعصاب. فيبقى النيرف هو عباره عن باندل اوف فايبرز، حزمه من الاعصاب، ذات يوزز الكتريكال اند كيميكال سيجنالز تو ترانسميت سنسوري اند موتور انفورميشن فروم وان بادي بارت تو انذر. بالمناسبه دي احب استغل ان انا اقول لكم ايه هي اجزاء اصلا النيرف، ايه هي اجزاء العصب، انتوا واخدينها برضو على فكره من سنه، احنا واخدين مع بعض ان العصب ده عباره عن ايه؟ خليه عصبيه، تفرعات شجيريه، ومحور الخليه. طبعا ده الكلام ده انتوا عارفين، نترجم بقى، العصب هيبقى عباره خليه عصبيه نيرف سيل، تفرعات شجيريه دندرايت، او اسمها الثاني سنترال بروسيس، تفرعات شجيريه يعني دندرايت او سنترال بروسيس، ومحور الخليه يعني اكزون او بريفرال بروسيس، يعني اكزون او بريفرال بروسيس. يبقى النيرف العصب عباره عن نيرف سيل خليه عصبيه وتفرعات شجيريه دندرايت او سنترال بروسيس واكزون اللي هو محور الخليه اكزون او بريفرال بروسيس. تمام ماشي، احنا كده عرفنا يعني ايه عصب. نتكلم بقى عن، طيب عرفنا يعني ايه عصب، نتكلم بقى عن انواع الاعصاب. ايه هي انواع الاعصاب؟ يعني الاعصاب هتكون ايه؟ والله انتوا اللي تقولوا صح مظبوط اللي جه في دماغكم. اعصاب يا اما اعصاب خارجه من البرين اللي هي كرينيال نيرفس، يا اما اعصاب خارجه من الحبل الشوكي اللي هي سباينال نيرفس. طب فيبقى تايبز اوف نيرفس، انواع الاعصاب عباره عن كرينيال نيرفس وسباينال نيرفس. اول حاجه الكرينيال نيرفس اللي هي الاعصاب اللي خارجه من البرين اللي خارجه من المخ، زي ما اتفقنا ان هما 12 بيرز من الاعصاب، دول اعصاب خارجه من المخ، احنا ده المخ من تحت بصينا عليه من تحت تمام، وخارج منه 12 بيرز من الاعصاب، 12 يمين و12 شمال. خارجين ازاي؟ خارجين ثرو فورامينا في السكال، فتحات في قلب الجمجمه، دي الجمجمه فيها فتحات فورامينا، فيها فتحات فورامينا بيخرج منها الاعصاب دي، بيخرج منها الكرينيال نيرفس. فيبقى الكرينيال نيرفس هم عباره عن 12 بيرز من الاعصاب اللي بيخرجوا عن طريق فورامينا في السكال. الكرينيال نيرفس دول يا اما سنسوري خاصين بالاحساس، يا اما موتور خاصين بالحركه، يا اما ميكسد. يعني ايه؟ يعني هم عباره عن اعصاب بتحمل معلومات حسيه او اعصاب بتحمل معلومات حركيه او اعصاب بتحمل الاثنين. ازاي؟ واحنا مش اتفقنا مع بعض ان النيرف ده اللي هو العصب عباره عن بندل من الفايبرز، يعني حزمه من الالياف صح؟ ايه المانع ان الحزمه دي ادي حزمه من الالياف، دي كده هي حزمه من الالياف، ايه المانع ان الحزمه دي يكون منها مثلا يعني وليكن جزء من الالياف يخرج لي فرع يحس وجزء تاني مثلا يخرج لي فرع يحرك،
حاجه هتمنعه؟ لا مفيش حاجه هتمنعه. جزء هيكون له علاقه بالاحساس وجزء هيكون له علاقه بالحركه. فبالتالي اقدر اقول ان الكرينيال نيرفس دي الاعصاب الخارجه من المخ هقدر اقسمها لاعصاب بتحس بس واعصاب بتحرك بس واعصاب ميكسد بيعملوا الاثنين، اللي هو جزء يخرج لي فروع تحس وجزء يخرج لي فروع تحرك. تمام؟ فيبقى الكرينيال نيرفس سنسوري موتور ميكسد. السنسوري اللي هم مين؟ بصوا كرينيال نيرفس دي لها اسامي، الاعصاب اللي خارجه من البرين انا مسميها باسامي، لها اسمين، كل نيرف كل عصب له اسمين، اسم برقمه واسم تاني. تمام؟ ولقب بقى، اسم برقمه ولقب. الاسم البرقم اللي هو من 1 لـ 12، اساميهم من 1 لـ 12. تمام؟ وكل اسم يعني الرقم 1 ده له اسم تاني، ورقم 2 له اسم كمان، ورقم 3 له اسم، ورقم 4 له اسم. ماشي؟ بكتب الارقام دي من 1 لـ 12 بكتبهم باللاتيني، بكتب الارقام دي باللاتيني، هتبقوا تعرفوا الارقام اللاتينيه يعني بعدين. تمام؟ يبقى بكتب الارقام باللاتيني، هتعرفوها في الميديكال ترمينولوجي، بتاخدوا الميديكال ترمينولوجي انتوا، فانتوا هتعرفوها هناك ان شاء الله يعني. تمام ماشي. نرجع بقى للكلام بتاعنا اللي هو الكرينيال نيرفس. زي ما قلنا ان هما جزء سنسوري، في منهم اللي هما السنسوري اللي هما بيحسوا بس، اللي هما مين؟ هيبقى الاولاني اول كرينيال نيرف، الفيرست كرينيال نيرف اللي هو اسمه اولفاكتوري، اسمه اولفاكتوري، ده بيشم، ده بتاع الشم، فيبقى ده سنسوري بس. تاني حاجه الاوبتيك اللي هو الكرينيال نيرف التاني، سكند كرينيال نيرف، ده الاوبتيك. اوبتيك يعني بتاع الابصار، بيشوف، اوبتيك بتاع الابصار. وكمان معاهم النيرف التامن، النيرف التامن اسمه اوديتوري، ده بتاع السمع اسمه اوديتوري. يبقى السنسوري كرينيال نيرفس اللي هي الكرينيال نيرفس اللي بيحسوا بس هما ثلاثه، الاول اللي هو اسمه الفاكتوري، والتاني اللي هو اسمه اوبتيك، والتامن اللي هو اسمه اوديتوري. الاول الاولفاكتوري ده بيشم، والتاني الاوبتيك ده بيشوف، والتامن الاوديتوري ده بيسمع. ده كده اول مجموعه. تاني مجموعه الموتور، الموتور دول اللي هما التالت اوكيولو موتور، ده له علاقه بالعين، والرابع تروكليار وده له علاقه برضو بالعين، والسادس ابديوسنت وده له علاقه بالعين. يبقى اوكيولو موتور التالت له علاقه بالعين، والرابع تروكليار له علاقه بالعين، والسادس ابديوسنت له علاقه بالعين، ومعاهم ال11 له علاقه بالرقبه، وال12 له علاقه باللسان. ال11 اسمه اكسسوري له علاقه بالرقبه، وال12 اسمه هايبوجلوسال له علاقه باللسان. يبقى تاني الموتور اللي هم بيحركوا بس، يا اما التالت اوكيولو موتور، يا اما الرابع تروكليار، يا اما السادس ابديوسنت، ودول لهم علاقه بالعين، ومعاهم ال11 اكسسوري له علاقه بالرقبه، وال12 هايبوجلوسال له علاقه باللسان. مجموعه بقى الميكسد اللي هم في بي بي بيحسوا وبيحركوا الاثنين مع بعض، الميكسد دول اللي هم الخامس ترايجيمينال، والسابع فيشيال ده يعني له علاقه بالوش الفيس، والتاسع جلوسو فارينجيال له علاقه باللسان، والعاشر فيجاس العصب الحائر له علاقه بالقلب. يبقى مجموعه الميكسد هم ترايجيمينال الخامس، وفيشيال السابع له علاقه بالفيس، وجلوسو فارينجيال التاسع له علاقه باللسان، واخر واحد الفيجاس اللي هو العاشر اللي هو العصب الحائر له علاقه بالقلب. دول الكرينيال نيرفس. تاني نقول الاسامي بتوع الكرينيال نيرفس، الاولاني والفاكتوري ده بيشم، التاني اوبتيك ده بيشوف، التالت اوكيولو موتور ده له علاقه بالعين، الرابع تروكليار ده له علاقه بالعين، الخامس ترايجيمينال، السادس ابديوسنت ده له علاقه بالعين، السابع فيشيال ده له علاقه بالفيس بالوش، الثامن اوديتوري ده له علاقه بالسمع، التاسع جلوسو فارينجيال ده له علاقه باللسان، العاشر فيجاس العصب الحائر له علاقه بالقلب، ال11 اكسسوري له علاقه بالرقبه، ال12 هايبوجلوسال له علاقه باللسان. يبقى تاني الكرينيال نيرفس، احنا اتفقنا مع بعض ان الكرينيال نيرفس دول 12 زوج من الاعصاب خارجين عن طريق الفرامينا، الفتحات اللي موجوده في السكال الجمجمه، وقسمناهم لثلاث حاجات، يا اما سنسوري ويا اما موتور ويا اما ميكسد الاثنين مع بعض. السنسوري هما ثلاثه اللي هما الفاكتوري الاولاني اللي بيشم، والاوبتيك الثاني اللي بيشوف،
والاوديتوري الثامن اللي بيسمع. اما الموتور هما خمسه اللي هما الاوكيولوموتور الثالث اللي له علاقه بالعين، والتروكليير الرابع اللي له علاقه بالعين، الابديوسنت السادس اللي له علاقه بالعين، ومعاهم الاكسسوري اللي له علاقه بالرقبه اللي هو ال11، والهايبوجلوستال ال12 اللي له علاقه باللسان. اخر حاجه بقى الميكسد. الميكسد دول اربعه، ترايجيمينال الخامس، ومعاه الفيشيال السابع اللي هو له علاقه بالوش، و الجلوستوفارينجال التاسع اللي هو له علاقه باللسان، واخر حاجه العاشر الفيجوس اللي هو له علاقه بالقلب. دول كده الكرينيال نيرفس. ندخل بقى على السباينال نيرفس، الاعصاب الخارجه من السباينال كورد، الحبل الشوكي. قبل ما ندخل عليهم انا حابه بس افكركم كده بمعلومات اخدتوها قبل كده في ثانوي، يعني في ثانيه ثانوي، المفروض ان احنا خدناها في ثانيه ثانوي، فانتوا اكيد ان شاء الله برضو تكونوا خدتوها يعني. ماشي. هفكركم فاكرين الرد الفعل. رد الفعل ماشي، رد الفعل ده انه مثلا القصه اللي انا حكيتها لكم لما انا اتلسعت من الشمعه وبعدين رد الفعل بتاعي، انا حسيت باللسعه، فرد الفعل ان انا سحبت ايدي بعدتها عن الشمعه. فاكرين القصه بتاعت الحوار ده؟ طب هنفتكرها مع بعض، سواء خدتوها او ما خدتهاش احنا ايه هنتكلم عنها دلوقتي. ماشي. قبل ما نبدا يعني في السباينال نيرفز عشان هنحتاج الكلام ده، عندنا حاجه اسمها سباينال كورد، حبل شوكي. السباينال كورد ده بيخرج منه سباينال نيرف، النيرف اللي خارج من الحبل الشوكي. النيرف ده المفروض له قصة وحكاية. ازاي النيرف ده بيحصل فيه حكاية؟ ان انا مثلا ايدي دي اتلسعت ماشي، فالمعلومة بتاعت انها اتلسعت اللي هي معلومة باحساس مشيت في الفرع الازرق ده، مشيت في الفرع الازرق ده ودخلت للسباينال كورد، دخلت الحبل الشوكي. بالمناسبة ده كده السباينال كورد من قدام يعني انتيريور، وده كده السباينال كورد من ورا يعني بوستيريور. ماشي. فتاني نقول ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان انا اتلسعت من هنا ماشي، ايا كان بقى اتلسعت اتشكيت، المهم اللي حصل اتكهربت يا سيدي، المهم اللي حصل يعني، المهم ان انا اتلسعت من هنا مثلا. فالمعلومه الحسيه، المعلومه باحساس ان انا اتلسعت مشيت في الفرع الازرق ده، مشيت كده 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 ودخلت السباينال كورد الحبل الشوكي من ورا ماشي، قالت للحبل الشوكي يا حبل الشوكي البني ادمه دي اتلسعت. فالحبل الشوكي قال خلاص ماشي، احنا نخرج لها معلومه حركيه او نخرج لها امر حركي من قدام، هيخرج امر حركي من هنا من قدام ويمشي يمشي 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 الامر الحركي ده ويروح للعضلات يقول لها اتحركي، فتقوم محركه لي ايدي فانا اسحب ايدي من عند المصدر بتاع اللي بيلسعني ده ماشي. طيب الفرع اللي هو مشي فيه الاحساس ان انا اتلسعت ودخل للسباينال كورد للحبل الشوكي من ورا اسمه افرنت، اسمه افرنت، اسمه ايه؟ افرنت. اما الفرع اللي هو خرج من الحبل الشوكي من قدام، خرج من الحبل الشوكي من قدام وراح عشان يحرك ايدي اللي هو الاحمر ده، هيبقى اسمه افرنت، هيبقى اسمه افرنت، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه افرنت. ده هيبقى اسمه افرنت اللي هو الفرع ده. تمام كده. تمام. نقول بقى تاني سريع ايه اللي حصل. المفروض انا عندي ده سباينال كورد، ده حبل شوكي، الحته دي كده ده قدام انتيريور وده كده ورا بوستيريور. ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان انا عندي هنا اتلسعت ماشي، فلما اتلسعت المعلومه الحسيه دخلت في الفرع ده اللي هو بالازرق ده وراحت مشيت كده ودخلت الحبل الشوكي من ورا، دخلت السباينال كورد من ورا. الفرع ده هسميه ايه اللي هو ماشي فيه المعلومة الحسية، ماشي فيه sensory information، هيبقى اسمه afferent. afferent السباينال كورد يعمل ايه؟ هيتصرف، يقوم خارج معلومة حركية، معلومة موتور حركية من قدام، من قدام من anterior، والمعلومة الحركية دي تفضل ماشية 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 لحد ما تروح للإيد وتخلي الإيد ايه تتحرك بعيد عن المصدر اللي هو بيلسعني ده. هي المعلومة الحركية ماشية في فرع هسميه afferent، هسميه ee afferent. تمام. دي كده معلومه على جنب حبيت اقولها لكم. طيب نبدا بقى نتكلم عن السباينال نيرفس اللي هي الاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد. الاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد كانوا كام؟ 31 بيرز من الاعصاب خارجين من السباينال كورد، خارجين من الحبل الشوكي. طب الحبل الشوكي ده موجود فين؟ موجود في الفيرتبرال كولم، في العمود الفقري ده. العمود الفقري ده عباره عن فيرتبري، فقرات، كل فقره بين كل فقره والثانيه في فورامن فتحه، بين كل فقره والثانيه في فورامن فتحه. الفورامين دي بقى هي المكان اللي بيخرج منه السباينال نيرفس، الاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد.
تمام. يبقى تاني، يبقى انا المفروض عندي ده فيرتبرال كولن، في حاجه اسمها انتر فيرتبرال فورامينا، يعني الفتحات اللي ما بين الفقرات وبعضها انتر فيرتبرال ما بين الفقرات، يبقى في فتحات ما بين الفقرات وبعضها انتر فيرتبرال فورامينا بيخرج منها السباينال نيرفس اللي هم 31 زوج. بيقول لي ان السباينال نيرفس دول كلهم ميكسد، كل السباينال نيرفز ميكسد، يعني اي نيرف اي عصب خارج من السباينال كورد بيكون ميكسد، بيكون فيه الياف بتحس والياف بتحرك، الياف بتحس والياف بتحرك، تمام. قال لي ان السباينال نيرفز دول ال 31 زوج اللي خارجين من السباينال كورد خارجين من الحبل الشوكي بيتقسموا ازاي؟ فاكرين لما قسمنا الحبل الشوكي في سوري العمود الفقري في ثانوي لمنطقه عنقيه، فقرات عنقيه وفقرات صدريه وفقرات قطنيه وفقرات عجوزيه وفقرات عصعصيه، فاكرين الكلام ده؟ احنا برضو هنا في السباينال كورد بنقسم بنفس التقسيم. الاعصاب اللي ماشيه في منطقه الرقبه هسميها العنقيه، واللي ماشي في منطقه الصدر هسميها صدريه، والاعصاب اللي خارجه من السباينال كورد وماشيه في منطقه القطنيه هسميها قطنيه، واللي ماشي في المنطقه العجوزيه هسميها عجوزيه، واللي ماشيه في المنطقه العصعصيه هسميها عصعصيه. فانا قسمت السباينال نيرفس اللي هم 31 زوج من الاعصاب 31 يمين و31 شمال ل 8 بيرز سيرفايكال، 8 ازواج عنقيه سيرفايكال ماشيه في منطقه العنق، و12 بيرز 12 زوج ثراسك ماشيه في المنطقه الصدريه، 12 بيرز ثراسك يبقى صدريه، 12 بيرز ثراسك، و5 بيرز 5 ازواج من اللامبر ماشيه في المنطقه القطنيه، لامبر قطنيه لامبر، و5 بيرز 5 ازواج ساكرال، ساكرال يعني عجوزيه، يبقى ماشيين في المنطقه العجوزيه ساكرال، وواحده بس عصعصيه كوكسوجيال، كوكسوجيال واحده عصعصيه كوكسوجيال كوكسيجين. يبقى تاني انا قسمت ال 31 بيرز ال 31 زوج من الاعصاب اللي خارجين من السباينال كورد ل 8 بيرز سيرفايكال في المنطقه العنقيه يعني، و12 بيرز ثراسك في المنطقه الصدريه يعني، و5 بيرز لامبر في المنطقه القطنيه يعني، و5 بيرز ساكرال في المنطقه العجوزيه، وواحده كوكسوجين في المنطقه العصعصيه. طيب كده دول السباينال نيرفز ماشي. ايه بقى البارتس اوف تيبيكال سباينال نيرف؟ يعني السباينال نيرف ده اللي هو العصب اللي خارج من الحبل الشوكي عباره عن ايه؟ ايه هي اجزائه بالظبط؟ تمام؟ نتكلم عن اجزائه. احنا مع بعض شفنا ان ده كده ده سباينال كورد، حبل شوكي، قطعه من الحبل الشوكي بمعنى اصح، قطعه من الحبل الشوكي خارج منها سباينال نيرف اللي هو ده، اللي هو ده. حد يوصف لي المنظر اللي هو شايفه، حد يوصف لي المنظر اللي هو شايفه ده. شايفين ان انا دلوقتي عندي جذور ماسكه في السباينال كورد في الحبل الشوكي، يبقى الجذور اهي، الجذور دي الجذر الازرق والجذر الاحمر اتجمعوا مع بعض، فلما يتجمعوا هيعملوا لي جزء. الجزء ده قام متقسم اداني فروع، اتقسم اهو واداني فروع يعني زي الشجره. فالسباينال نيرف، السباينال نيرف العصب ده بيكون شكل شجره، له روتس، له جذور ماسكه فين؟ في السباينال كورد في الحبل الشوكي. الجذور دي اتجمعوا مع بعض عملوا لي جزء، عملوا لي ترانك، الترانك ده اتقسم عمل لي برانشز او ريماي، ريماي يعني فروع، ريماي تمام، فعمل لي برانشز او ريماي. تاني يبقى السباينال نيرف هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن جذور روتس، تو روتس، جذرين هم ازرق واحمر، تو روتس ماسكين في السباينال كورد. بعدين التروتس دول اتجمعوا مع بعض عملوا لي حاجه اسمها نيرف ترانك، جذع، الجذع ده اتفرع وعمل لي ريماي، ريماي يعني فروع. يعني معنى كده اقدر اقول ان السباينال نيرف ده عباره عن ايه؟ تروتس، جذرين، وحاجه اسمها ميكسد نيرف ترانك هنفهم ليه كمان شويه، وحاجه اسمها دورزال ريموس وفنترال ريموس، هنفهم الاسامي كمان شويه. نبدا نتكلم عن واحده واحده فيهم. التروتس الجذرين، نتكلم مع بعض عن التوروتس اللي هما الجذرين. هنتكلم عن التوروتس ونقول اول حاجه هنحط شويه قواعد كده ماشي. اول قاعده ان ده كده قطعه من السباينال كورد، الجزء ده هو الانتيريور لقدام او فنترال، انتيريور او فنترال، والجزء ده هو البوستيريور ورا او دورزال، بوستيريور ورا او دورزال، تمام ماشي حلو. وبعدين وبعدين المفروض ان انا عندي ده الروتس كده، دول الروتس اللي هما الجذور التو روتس، هيبقى واحد فيهم
الازرق ده موجود ناحيه ورا، فيبقى اسمه ايه؟ دورزل روت. دورزل روت، بلاش العلامه دي، دورزل روت. ماشي، دورزل روت. والاحمر ده موجود قدام ماسك في السباينال كورد من قدام، فيبقى اسمه فنترال روت لانه ماسك من قدام، هيبقى اسمه فنترال روت. يبقى كده الجذرين، الجذر اللي هو ماسك من ورا هسميه دورزال روت، والجذر اللي هو ماسك من قدام هسميه فنترال روت. طب افتكروا كده معايا، انا لسه قايله لكم على حاجه في الرسمه اللي فاتت، ان انا عندي بتاع الاحساس لما انا اتلسعت، لما انا اتلسعت من هنا اهو، مشي الاحساس اللي هو السنسيشن اللي هو السنسوري انفورميشن، المعلومات الحسيه، مشيت في ده كده وروحت مسكت في السباينال كورد من ورا، من ورا. ماشي، فمعنى كده ان هي روحت مشيت في مين؟ في اللي هو الروت، الجذر اللي ماسك في السباينال كورد من ورا، في الحبل الشوكي من ورا. يعني راحت مشيت فين؟ في الدورزال روت. فيبقى الدورزال روت ده اسمه سنسوري دورزال روت، سنسوري دورزال روت، لانه ماشي فيه معلومات حسيه، سنسوري انفورميشن، فيبقى اسمه سنسوري دورزال روت. طب افتكروا برضو معايا ان انا قلت لما السباينال كورد ده قرر يدي اوامر حركيه، موتور انفورميشن، معلومات حركيه، ايه اللي حصل؟ مشيت في قدام، مشيت في الفرع اللي هو قدام ده، مشيت في الفرع اللي هو ماسك في السباينال كورد من قدام. ماشي، فيبقى مشيت في الروت اللي هو موجود قدام اللي هو الانتيريور روت. فيبقى الانتيريور روت ده اللي هو بالاحمر ده هيبقى اسمه، صح شاطرين، موتور انتيريور روت. يبقى التو روتس بتوعنا هما عباره عن الجذور، الجذور اللي ماسكين في السباينال كورد، بيكونوا كونكتد للسباينال كورد، ماسكين في الايه؟ الحبل الشوكي، وهم عباره عن سنسوري دورزال روت وموتور فنترال روت. سوري، سنسوري بوستيريور روت، سنسوري بوستيريور روت، اسمه بوستيريور روت، بوستيريور روت او دورزال روت، يعني عامة علينا، بس هو اعرفوا ان هو بوستيريور روت، هيبقى اسمه سنسوري بوستيريور روت لان هو ماسك من ورا، وموتور انتيريور روت لان هو ماسك من قدام، موتور انتيريور روت. طيب السنسوري بوستيريور روت اللي هو الجذر اللي ماشي فيه معلومات حسيه وماسك من ورا، سنسوري بوستيريور روت، كلميني عنه. قال لي ان السنسوري بوستيريور روت ده بيكون جاي الرايز من مكان اسمه بوستيريور روت جانجليا، الحته المقعبره دي عباره عن جانجليا اسمها بوستيريور روت جانجليا، اسمها ايه؟ بوستيريور روت جانجليا، الحته المقعبره دي، خارج منها اللي هو السنسوري بوستيريور روت. ازاي بقى؟ انت فهميني بقى. طبعا مش هفهمكم، حقكم. بوستيريور روت دي، جانجليا دي، الجانجليا دي ليه عباره عن ايه؟ عباره عن كوليكشن من النيرف سيلز، شاطرين، كوليكشن من الخلايا العصبيه. ما احنا عارفين مع بعض ان انا عندي حاجه اسمها عصب، العصب ده عباره عن خليه عصبيه لها حاجه اسمها دندرايتس او سنترال بروسيس، وحاجه اسمها اكزون او بريفرال بروسيس، صح؟ الكلام ده احنا عارفينه. ادي دي النيرف سيلز، وادي دي الدندرايتس او السنترال بروسيس، وادي ده اللي هو الاكزون او البريفرال بروسيس. لما اجي اقول لكم ان في عندي حاجه اسمها جانجليا اللي هي عباره عن نيرف سيلز اللي هي عباره عن الجزء ده، تمام، اللي هي البوستيريور روت جانجليا اللي هي الحته دي، فطبيعي تقولوا لي امال فين السنترال بروسيس بتاعتها وفين البريفرال بروسيس بتاعتها، صح؟ صح جدا، يبقى انتوا كده شاطرين لما تقولوا لي كده. ماشي، فاقول لكم ان تمام البوستيريور روت جانجليا دي السنترال بروسيس بتاعتها اللي هو الروت اللي هو السنسوري بوستيريور روت، ده السنترال بروسيس بتاع البوستيريور روت جانجليا، والبريفرال بروسيس اللي هو ده الجزء ده، والجزء ده هسميه السنسوري كومبوننت بتاع السباينال كورد. هسميه ايه؟ السنسوري كومبوننت بتاع السباينال كورد، الجزء ده هسميه السنسوري كومبوننت بتاع السباينال كورد، الجزء اللي هو ماشي في ايديا لما اتلسعت ومشي في المعلومات الحسيه، تمام؟ تمام. يبقى تاني، انا عندي حاجه اسمها البوستيريور روت جانجليا، البوستيريور روت جانجليا عباره عن كوليكشن من النيرف سيلز، السنترال بروسيس بتاعتها راحت مسكت في السباينال كورد، السنترال بروسيس راحت مسكت في السباينال كورد، فعملت لي حاجه اسمها سنسوري بوستيريور روت. طب امال فين البريفرال بروسيس بتاعتها؟ البريفرال بروسيس بتاعتها زي ما انتم شايفين اهي، اللي هو ده اللي هو السنسوري كومبوننت بتاع السباينال كورد. ماشي، طيب الفرع ده كله على بعضه، الفرع ده كله، المسافه دي كلها على بعضها، كنت مسميه ايه؟ او كان كنت قايله عليه ايه؟ قايله عليه افرنت، صح؟ افرنت. يبقى السنسوري بوستيريور روت ده ايه؟ كومبليتلي افرنت، هو افرنت، تمام؟
يبقى كده تمام. تمام نقرأ بقى الموجود في الايه، في الورق بتاعكم او الكتاب بتاعكم لما كان عندكم كتاب يعني، عشان خاطر برضو تبقوا ايه عارفين الكلام مكتوب ازاي. بيقول لي ان السنسوري بوستيرور روت ده اللي احنا متفقين مع بعض اللي هو ده اللي هو بالازرق ده، السنسوري بوستيرور روت اول معلومه عرفها عنه ان هو بيكون اتاشد تو السباينال سوري، ان هو عباره عن فايبرز عباره عن الياف الرايز بتخرج من مين، من البوستيرور روت جانجليا ماشي. هي كنا بنقول اللي هو السنسوري بوستيرور روت من الورق بتاعكم ان انا عندي السنسوري بوستيرور روت ده هو عباره عن فايبرز بتارايز فروم بتخرج من الحاجه اسمها النيرف سيلز، الخلايا العصبيه بتاعه البوستيرور روت جانجليا اللي هي الخلايا العصبيه بتاعه الجانجليا دي تمام. وبيقول لي بقى ان هي كومبليتلي افرنت، هي بتكون عباره عن افرنت. ما احنا اتفقنا مع بعض ان المسار ده كله اساسا بتاع الاحساس ده اللي هو الافرنت اللي هو رايح للسباينال كورد بالاحساس، اللي ماشي من ورا ورايح يمسك في السباينال كورد من ورا هو ده الافرنت. فيبقى عندي هو كومبليتلي افرنت ماشي. وبعدين بدا بقى يتكلم لي على البوستيرور روت جانجليا، بيقول لي ان النيرف سيلز الخلايا العصبيه بتاعت الجانجليا دي لها سنترال بروسيسز وبريفرال بروسيس، لها تو بروسيس سنترال بروسيس وبريفرال بروسيس. ما احنا عارفين ان اي خليه عصبيه لها سنترال بروسيس اللي هي الدندرايتس ولها بريفرال بروسيس اللي هي صح الاكسون تمام. فيبقى عندي السنترال بروسيس بقى بتاعه النيرف سيلز دي اللي هو السنسوري بوستيرور روت بتفورم السنسوري بوستيرور روت، لكن البريفرال بروسيس، بريفرال بروسيس هتبقى الجزء ده سوري، البريفرال بروسيس هتبقى الجزء ده تمام. ده البريفرال بروسيس وده اللي هو السنسوري كومبوننت بتاع السباينال نيرف. سنسوري كومبوننت ليه؟ لان هو اللي هيجيب لي الاحساس اهو، يبقى ده السنسوري كومبوننت بتاع السباينال نيرف تمام. ده الكلام المكتوب عن السنسوري بوستيريور روت. نتكلم بقى عن الموتور انتيريور روت. الموتور انتيريور روت اللي هو بالاحمر ده، الموتور انتيريور روت ده خارج من السباينال كورد من قدام من انتيريور تمام. خارج منين بالظبط؟ خارج من خلايا موجوده في السباينال كورد. خارج من ايه؟ من سيلز موجوده في السباينال كورد. الكلام ده له تفاصيل هتاخدوها في الفسيولوجي على فكره بعدين، انا مش بكروتكم ولا حاجه، انا بقول لكم الحاجه اللي اتعلم معاكم واللي ايه تفهموها دلوقتي تمام. في بقى تفاصيل هتفهموها اكتر وهتفهموا الموضوع بشكل سلس اكتر في الفسيولوجي بامر الله. نخلينا في اللي احنا بنقوله، الموتور انتيريور روت ده خارج من السباينال كورد من قدام، من السباينال كورد من انتيريور، خارج من خلايا معينه في السباينال كورد اسمها انتيريور هورن سيلز و lateral horn cells. نغير اللاترال بالون تاني بالفوشيا ده، يبقى خارج من الانتيريور هورن سيلز واللاترال هورن سيلز. ايه بقى الانتيريور هورن سيلز دي؟ الانتيريور هورن سيلز دي لها علاقه بالموتور بالحركه، فبيقول لي ان هي اللور موتور نيرون. افهموا كلمه اللور موتور نيرون دي ان لها علاقه بالحركه ماشي. واللاترال هورن سيلز بيقول لي ان اللاترال هورن سيلز دي هي البري جانجليونيك اوتونوميك نيرفز او اوتونوميك نيرونز. البري جانجليونيك اوتونوميك نيرونز، الكلمه الجمله دي افهم منها ان هي لها علاقه بالجهاز العصبي اللا ارادي. لاترال هورن سيلز دي لها علاقه بالايه؟ بالجهاز العصبي اللا ارادي ماشي. تاني الموتور انتيريور روت، الموتور انتيريور روت ده خارج منين؟ ده ماسك في السباينال كورد من قدام ماشي، ماسك فيه من قدام. امال هو جاي منين؟ الرايز منين؟ السنسوري قلنا ان هو الرايز من البوستيرور روت جانجليا، لكن الموتور ده الرايز من سيلز من خلايا موجوده في السباينال كورد من قدام. الخلايا دي اسمها anterior horn cells ودي لها علاقه بالحركه موتور، و lateral horn cells ودي لها علاقه بالجهاز العصبي اللا ارادي الاوتونوميك نيرفس تمام. تمام وقلنا اتفقنا مع بعض ان اللي ماسك من قدام ده اللي هو ده ده كده اللي هيروح يرايح يمسك في الـ في الـ في السباينال كورد من قدام ده اسمه افرنت. اسمه ايه؟ افرنت. فيبقى الموتور anterior نيرون سوري روت، الموتور anterior روت اللي هو الجزء ده هيبقى هو كمان completely افرنت، هيكون افرنت. ده كده الموتور anterior روت. يبقى كده دول التو روتس بتوعنا، الجذرين بتوعنا sensory posterior روت وموتور anterior روت اتكلمنا عنه. طيب وبعدين ايه اللي بيجرى بقى؟ اللي بيجرى ان الاثنين دول الروتس دول يتجمعوا مع بعض، السنسوري والموتور هيتجمعوا مع بعض فيعملوا لي نيرف ترانك سميته ميكسد نيرف ترانك. ليه ميكسد؟ عشان هو عباره عن سنسوري وموتور مع بعض، فعشان كده سميته الجزء الميكسد، ميكسد نيرف ترانك. هيبقى عندي الميكسد نيرف ترانك ده هو عباره عن ايه؟ اللي هو الجزء ده كله هو عباره عن ان التو روتس الجذرين اتجمعوا مع بعض جوين توجذر تمام. وبعدين
وبعدين الميكس نيرف ترانك ده اتفرع لي الفرعين، فرع لورا وفرع لقدام، تمام؟ ايوه، ما احنا عارفين ان هنا ناحيه بوستيرور وهنا ناحيه انتيرور، فاكيد الفرع ده هيكون هو الفرع اللي لورا. هسميه ايه؟ هسميه دورزال ريموس، هسميه دورزال ريموس. والفرع اللي ناحيه قدام هسميه فينترال ريموس. لوجيك يعني، طبيعي جدا يعني. فيبقى عندي الميكسد نيرف ترانك اتفرع لي الفرعين دورزال ريموس و فينترال ريموس. حلو الكلام، دورزال ريموس وفينترال ريموس. تعالوا بقى نشوف الايه الريموس دي مع بعض. ادي عندي المفروض ان ادي ده كده السباينال نيرفس اهم خارجينهم، تمام؟ السباينال نيرفس دي عباره عن دورزال ريموس اللي هو بالفوشيا ده، دورزال ريموس دورزال ريموس دورزال ريموس دورزال ريموس، وادي اللي بالازرق ده فينترال ريموس فينترال ريموس فينترال ريموس، تمام؟ يبقى من المنظر اللي احنا فيبقى عندنا زي ما احنا شايفين الدورزال ريموس والفينترال ريموس. اللي احنا شايفينه دول هما الدورزال ريموس والفينترال ريموس زي ما هما موجودين لما خرجوا الفروع بتاعتنا. الدورزال ريموس ده ماشي ناحيه بوستيرير، فهو الفوشيا ده ماشي ناحيه فعلا بوستيرير، يعني خرج من السباينال كورد، خرج من الحبل الشوكي اهو، ومشي ناحيه ورا. ليه ماشي ناحيه ورا الدورزال ريموس ده؟ ماشي ناحيه ورا عشان يغذي ناحيه ورا. من الصوره كده من الرسمه اللي انا رسميها، الدورزال ريموس ده صغير ولا كبير؟ هو جزء صغنطوط اهو، لكن الفنترال ريموس زي ما احنا شايفين طويل اهو كبير. فيبقى الدورزال ريموس ده سميته سمول دورزال ريموس، سمول دورزال ريموس. والفنترال ريموس سميته لارج فنترال ريموس عشان هو طويل. الدورزال ريموس ده اللي هو سمول دورزال ريموس هو رايح يغذي منطقه صغيره جدا من الجسم، اللي هو المنطقه دي الباك، المنطقه دي الباك، المنطقه دي. اما بعد كده عندي زي ما احنا شايفين مع بعض اهو رايح يغذي المنطقه اللي هي في الباك، تمام؟ فهي منطقه صغيره، تمام؟ فعشان كده اسمه سمول دورزال ريموس. السمول دورزال ريموس ده قصته ايه؟ قال لي ان السمول دورزال ريموس ده المفروض ان هو بيران باكورد، بيمشي لورا اهو، مشي لورا عشان يعمل ايه؟ عشان يسبلاي يغذي السكن الجلد والمسلز بتاعه الباك بتاعه الظهر، تمام؟ تمام. بيقول لي برضو معلومه عنه ان هو دونت فورم بلكسس. يعني ايه بلكسس؟ بلكسس يعني ضفيره عصبيه. ايه قصه البلكسس دي؟ البلكسس دي ان مجموعه اعصاب اهي، مجموعه اعصاب مثلا وليكن خمسه مثلا، اتجمعوا مع بعض اهم، اتجمعوا مع بعض عشان يعملوا لي حاجه اسمها ضفيره عصبيه اللي هي بلكسس، عشان يغذوا لي منطقه كامله معينه، وليكن مثلا الابر ليمب الطرف العلوي كله، الدراع كله، بيعملوا الضفيره دي عشان تروح تغذي لي الدراع كله، تمام؟ دول دي قصه البلكسس. بالنسبه بقى للدورزال ريموس، الدورزال ريموس ما بيعملوش بلكسس، ما بيتجمعوش مع بعض وبيعملوا بلكسس، لا، كل نيرف فيهم، كل نيرف في الدورزال ريموس دول بيروح يغذوا لي المنطقه بتاعته بس، لان اصلا هما بيغذوا منطقه صغيره، بيغذوا الظهر من ورا كده، فدي منطقه صغيره، ماشي؟ فمش محتاجين يعملوا ضفاير. فيبقى تاني الدورزال ريموس ده سمول بيرن باكورد، بيمشي لورا عشان يغذي المنطقه اللي هي في الباك في الظهر، اللي هو السكن والمسلز الجلد والعضلات. وبعدين معلومه عنه ان هو دونت فورم بلكسس، ما بيعملش بلكسس، ما بيعملش ضفاير عصبيه. لكن بقى الفنترال ريموس على العكس، الفنترال ريموس كبير، لارج فنترال ريموس. بيمشي ازاي؟ بيمشي ناحيه ادي لاترال، ناحيه لاترال، ناحيه لاترال اهو، ويدخل على الفنترال على قدام بقى، هيدخل على قدام، هيمشي ناحيه لاترال ويدخل على قدام. فهو بيرن فنترو لاترال ازاي؟ يعني ماشي ناحيه لاترال ورايح لقدام، وكمان بيغذي المنطقه اللي هي انترو لاترال، اللي هي اللي هي الانترو لاترال اللي هو ناحيه الجزء اللي هو اللاترال ده بتاع الجسم، والانتيريور اللي هو قدام بتاع الجسم، ومعاهم الليمبس الاطراف اللي هو الدراع والرجل، الابر ليمب واللور ليمب، ده الفنترال ريموس، تمام؟ لارج فنترال ريموس. وهو ده بقى اللي بيعمل لي البلكسس، هو ده اللي بيعمل لي الضفاير العصبيه، يعني الاعصاب بتتجمع مع بعضها وتروح تعمل لي بلكسس. زي ايه؟ زي انه يعمل لي حاجه اسمها بريكيال بلكسس عشان تغذي الطرف العلوي، اسمها بريكيال بلكسس، وانه يعمل لي حاجه اسمها لمبر وسكرال بلكسس عشان يغذوا لي الطرف السفلي اللور ليمب،
ده اللارج فينترال ريمس. يبقى تاني اللارج فينترال ريمس هو الريمس الفرع الطويل اللارج الكبير رايح يغذيلي لاترال وانتيريور ومعاهم الليمبس الاطراف الايد والرجل ماشي الدراع والرجل يعني. وعشان وهو بيعمل بلكسس بيجوينت توجذر عشان يعمل لي حاجه اسمها الضفائر العصبيه البلكسس تمام، زي البريكيال بلكسس اللي راح تغذيلي الدراع وزي اللمبر والسكرال بلكسس اللي رايحين يغذولي الرجل. ده كده بالنسبه للدورز الفنترال ريمس. يبقى كده احنا خلصنا اجزاء النرف اللي هم عباره عن روتس تو روتس اللي هو سنسوري بوستيريور روت وموتور انتيريور روت، وعملوا لي الاثنين مع بعض ميكسد نيرف ترانك، والميكسد نيرف ترانك اتقسم لي دورزال سمول دورزال ريمس ولارج فينترال ريمس. اخر بقى كده احنا يعتبر خلصنا خلاص المحاضره. اخر بس معلومه كده بسيطه هنقولها ان احنا في عندنا حاجه اسمها جانجليا نيرف جانجليا النيرف جانجليون زي ما اتفقنا اللي هي النيرف جانجليون اللي هي كولكشن من النيرف سيلز تجمع من الخلايا العصبيه اوتسايد زي ايه ذا سنترال نيرفس سيستم بره السنترال نيرفس سيستم، وهي عباره عن تو تايبس مجموعتين نوعين تو تايبس. يبقى الجانجليا دي هي عباره عن تو تايبس. ايه بقى التايبس بتاعتها؟ يا اما تكون سنسوري يا اما تكون اوتونوميك، يا اما تكون سنسوري جانجليا يا اما تكون اوتونوميك جانجليا. السنسوري جانجليا دي خاصه بالجهاز العصبي الارادي، لكن الاوتونوميك جانجليا دي خاصه بالجهاز العصبي اللا ارادي. السنسوري جانجليا خاصه بالجهاز العصبي الارادي، لكن الاوتونوميك جانجليا خاصه بالجهاز العصبي اللا ارادي. السنسوري الامثله عليها حاجه اسمها بوستيريور روت جانجليا اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها من شويه دي، بوستيريور روت جانجليا تبع السباينال نيرفس، ما احنا اتكلمنا عنها تبع السباينال نيرفس. وكمان في سنسوري جانجليا تبع الكرينيال نيرفس. يبقى السنسوري جانجليا في منها بوستيريور روت جانجليا اللي هي تبع السباينال نيرفس، وفي منها السنسوري جانجليا اللي هي تبع الكرينيال نيرفس. تاني حاجه الاوتونوميك جانجليا اللي هي الجانجليا اللي تبع الجهاز العصبي اللا ارادي، تجمع من الخلايا العصبيه تبع الجهاز العصبي اللا ارادي، يا اما بتكون سمباثيتك يا اما بتكون بارا سمباثيتك. يعني سمباثيتك تبع الجهاز العصبي اللا ارادي السمباثاوي، بارا سمباثيتك يعني تبع الجهاز العصبي اللا ارادي البارا سمباثاوي. تاني نقول وبكده احنا هنكون خلصنا محاضره النهارده. نرجع بس كده على اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا عن النيرف سيستم والجهاز العصبي، اتفقنا مع بعض ان هو عباره عن جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي سنترال نيرف سيستم وبريفرال نيرف سيستم. اتكلمنا بالتفصيل عن البريفرال نيرف سيستم الجهاز العصبي الطرفي اللي هو كان عباره عن كرينيال نيرفس وسباينال نيرفس وجانجليا اللي هي كولكشن اوف النيرف سيلز اوتسايد سنترال نيرف سيستم. اتكلمنا عن الكرينيال نيرفس بالتفصيل وقلنا ان هي دي اللي خارجه من البرين، وهي عباره عن مجموعه سنسوري وقلنا اساميهم، مجموعه موتور وقلنا اساميهم، ومجموعه ميكسد وقلنا اساميهم. واتكلمنا بقى عن السباينال نيرف، السباينال نيرفس اللي هما 31 زوج خارجين من السباينال كورد، واتفقنا مع بعض ان كلهم ميكسد. واتكلمنا عن اجزائهم، الاجزاء بتاعتهم اللي هما عباره عن تو روتس و ترانك ميكسد نيرف ترانك ودورزال ريمس وفنترال ريمس، اتكلمنا عنهم بالتفصيل. واتكلمنا بقى اخر حاجه معلومه عن النيرف جانجليا. دي كده محاضره النهارده واخر محاضره ليا معاكم ان شاء الله بامر الله الترم ده. حابه بس يعني اتمنى اكون افدتكم ولو بشيء بسيط وما اكونش ضيعت وقتكم. واتمنى منكم لو حصل وما استفدتوش مني او كنت ضيعت وقتكم تسامحوني وتعرفوا ان هي غلطه غير مقصوده، وان انا كان كل هدفي ان اكون افدتكم بقدر الامكان يعني. ويا رب تكونوا استفدتوا يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.